مكان تعيش؟ عربي ما اعرف في اي مكان. في مدينة المنورة من الحين من أفغانستان. أفغانستان. نعم. هذا ابنه. هذا ابنه. نعم. من الولادة ما يسمع. من الولادة ما يسمع. أبد. ولا سمع ولا تكلم. يعني إن شاء الله إن شاء الله إذا طاب ادعونا. إن شاء الله. إذا ما طاب بالفارس هم يتكلم بالأفغانستاني. نعم. والهذا من الطفولة ما يسمع وما يكياسو بشير قاضي سويباس استفوا الولد كذا بلا تقبل جاب زنامتنا ولا ميش نوى. ان شاء الله بتواصل ان شيخ ان شاء الله باذن الله بكون ان شاء الله بسري جاب مياه ان شاء الله ايه ان شاء الله شيخ بسم الله الرحمن ما يسمع وما يتكلم ما يسمع ولا يتكلم يا رب انت شايف احنا الان في مدينه مباركه مدينه النوره قريب عن الحرم باذن الله تعالى سنحاول ان شاء الله يسمع ويحكي اذا سمع الحمد لله ما يحكي هم مشكله يحكي خلال اسبوع اسبوعين شهر اذا انسان ما يسمع كيف يتكلم اقول له بالفارسي حتى اول مره ان شاء الله يسمع وبعدين يحكي ان شاء الله اقول ابو عبد الله ان شاء الله اول ما يشتم وبعدين هذا من الولاده ما يسمع يعيش بافغانستان هذا وهذا هم بالبخارى زقد حلوين هالبخارى حبيبي يا ربي انت الشافي واني السبب ايش فيهم يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا رب أنت الشافي يا ناس اجعلوا للتوحيد والقرآن والسنة آخر رسالة لكل بشر الإسلام يا أيها المسيحيين يا أيها اليهودين ارجعوا إلى الله الشفاء من عند الاحتمال هسه يطيب احتماله ما يطيب بس إني عندي يقين هسه سمعوا ينفتح بس لسانه ما عرف يطيب له ما يطيب بس إن شاء الله إذا سمعوا انفتحت ولسانهم يتكلم إن شاء الله يا الله وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ايه مشني الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولا مش نبي مش نبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر يلا يلا قل الله الله بس شو بقولك شو بقولك انا الله نسى الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا الله الله لسه بقولك ايه الله اوكي الله 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 اوكي الله اوكي بسم الله الرحمن نحاول وياه ان شاء الله بسم الله اللهم صل على محمد يلا صل على سيدنا محمد الله الله وقلت الله شيخ شيخ الله 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 وقلت الله ها انا ايه شيخ شيخ الله الله تبغي الله ها الله الله شيخ شيخ شرم يكون شرم يكون واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني بغشمه ها ايه الله ميه يسر ما بغشمه
وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. الحمد لله اللهم صل على محمد. الله الله بقي الله 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 شم يستحي يلا لا تستحي الله بقي يستحي شوية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله اللهم صل على محمد. يلا الله الله بقي بقي الله 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 أنا شيخ شيخ الله 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 أكبر الله أكبر يلا 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 جارب يلا سبحان الله 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 اللهم صل على محمد مرة ثانية مرة ثانية اللهم صل على محمد استهلك يلا يستحي مشكلة وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة يسمع كان ما يسمع أبد الله أكبر فرحان أبد ما يسمع كان أبد أول مرة يسمع أول مرة إن شاء الله يسمع هذا مبروك إليكم بس يستحي يقول لا يستحي يقول يستحي شاربنا كنا يقول شاربنا كنا بأخوة الله الله أنا شيخ شيخ كوكا 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 الله 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 شارم ناكو شارم ناكو الله بقي بدخلنا الله 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 على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد. أول مرة ابنك يسمع ماكو سمع هذا أول اسمه أول مرة أول مرة اللهم صل على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.